السلام عليكم ناس الجياسكا. هذه المشاهد والله صدقوني كل جمهور شبيبة القبائل كان ضد هذه المشاهد، كل كومنتير ضد هذه المشاهد، لا نريد هذه المشاهد. والله صدقوني بلي بقات لنا نقطة فقط قد نجيبها من بارادو. ولماذا هذا العنف يا جماعة؟ لماذا هذه المنظر؟ الكل كان كونتر هذا المنظر يا جماعة. وشبيبة الخاسر الأكبر هو الشبيب يا جماعة. نقول أنا ماذا حدث اليوم، يعني بالمعنى أنه ربما كان فئة من الناس هي اللي دارت هذا المشكل، يعني المتسبب في هذه الأحداث. خاصنا أمام المولودية، خاصنا أمام كذا، ولكن ما فعلوش هذه الأشياء، والله ما فعلوا. ربما اليوم ما فهمش أنا له حتى صرات هكا. يا جماعة لايك على الفيديو، كومونتيو لنا، قلنا على هذه شاهدوا هذا المنظر. والله صدقوني باللي شبيبة جمهور شبيبة ما يحبش هذه الحوايج، لاني شفت لي كومونتير كانوا الكل ضد هذا المنظر يا جماعه. لايك على الفيديو، علقنا من المتسبب في هذا المشهد، ونتمنى التوفيق لشبيبة القبائل. نتمنى انه الاحداث هذه ما تزيدش تعاود، لان جمهور شبيبة غالي وغالي ويعرف كرة القدم. سلام خوتي.